مشاهدينا لاستكمال جولة العراق اليوم الإخبارية، ونناقش آخر مستجدات ثورة تشرين وتظاهرات اليوم مع ضيفنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز شاووش الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبالثوار الكرام. أستاذ فائز، كيف تصفون الاستجابة الكبيرة للدعوة التي أطلقتها الحركة الطلابية في تظاهرات ثورة تشرين لتظاهر الموحدة اليوم في البصرة؟ تحية لكم ولا مشاهديكم الكرام وإلى ساحات التظاهر الأطفال من الشباب والشابات. بكل تأكيد في هذه الدعوة أمرة العام اللجنة التنسيقية للاحتجاجات في جميع المحافظات مركز بغداد هي التي اخذت الطابع الشرعي لتحريك الشارع العراقي والاستجابه الشرع الى هذا باعتبارها هي الممثله الوحيده للشعب العراقي ولقيادته المشروعه. بالتالي بدات ستسلم هذه الطبقه والشباب والشعب العراقي بالالتزام والتوافق بهذه الاحتجاجات والمظاهرات لحين جميع أبناء الشعب. نعم، في ظل تواصل الإضراب العام بالجامعات والمدارس في القادسية، كيف يفسر إصرار الطلاب على الاستمرار وما دورهم في تحقيق أهداف الثورة؟ يعني في كل العالم عندما تخرج طلبة الكليات والجامعات من الجامعات لدينا باعتبارهم هم قادة العلم ورجال العلم والطبقة المثقفة في أي بلد بكل تأكيد ستكون لها الاستمرار والفعالية القوة في استيعاب حتى بقية الشارع من الطبقة العاملة والفلاحين والسكتة وبقية صلاح المجتمع العراقي، وبالتالي هذه الدعوة ستكون هي عن الدعوة التي تؤكد لهذه الطبقه السياسيه وهذه الاحزاب السياسيه بان فقد الحيط والان الشرعيه لهذه المظاهرات وللجنه التنسيقيه التي تقود هذه المظاهرات. استاذ فايز، الى اي مدى تظنون ان وقود الثوره كان بمشاركه جميع الفئات من الطلاب والشباب وكذلك النساء اللواتي كان لهن دور بارز في هذه التظاهرات؟ يعني خلال هذه التجربة الأربعة أشهر تقريبا والتي أثبتت الحقائق بأن الشعب العراقي في كل شرائح انتفض من أجل حقوقه بعد يأس أو خزين من اليأس بين 16 عام من الفساد والسرقة وانتشار الفوضى وانتشار المخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية وهيمنة إيران على العراق وميليشياته على جميع مفاصل الدولة العراقية، كل هذه الأمور تأكد بأن لا رجعة لهذه الاحتجاجات ولهذه الثوره الا بتحقيق كامل مطالب المنتفضين اي المحتجين الثوار لحين تحقيق جميع مطالبهم المشروعه، وهذا يؤكد بان يزيد هذا التاكيد بان في هذا البرد الطارد وفي هذه الثلوج وتخرج ابناء العراق لتؤكد بانها مستمره ولن تتوقف في احتجاجاتها الا في حين كانت جميع الفاسدين وحدهم وإنهاء الهيمنة الإيرانية وميليشياتها على العراق. كيف تفسر محاولات القوات الأمنية لمواصلة استهداف الطلاب والمتظاهرين بشكل مكثف في الفترة الأخيرة؟ يعني بعد هذا الوعي الذي ساد جميع شرائح المجتمع العراقي والذي بدأ في بدايته طلبة الجامعة والكلية، بكل تأكيد لن تؤثر هذه المحاولات الحكومية والتي تتكالب هذه الاحزاب على التمسك بالسلطه والتي اوصلت برساله الى المحتجين والى الشعب العراقي هذه الاحزاب الكتل بانها لا يهمها الشعب العراقي ومستقبل اجيالها، فقط يهمها سلب الاموال وارضاء ايران وارضاء ميليشياتها والتمسك بالسلطه من اجل المواصله بسرقه الشعب العراقي واجياله. أستاذ فائز، كيف تعلقون على حل مقتدى الصدر لميليشيا القبعات الزرق وإلى أي مدى تظنون أن هذا القرار جاء نتيجة لضغط الشارع المتظاهر؟ يعني مع كل الضغط للشارع العراقي مقتدى الصدر
بكل يعني في الفترة الأخيرة أخذت إيران بعد أن تأكدت بأنها لم يبقى رصيد إلى المالكي والخزعلي وهذا العامري، وظنت بأن مقتدى الصدر ذات شعبية وفعلا كان ذات قاعدة عريضة، يبدو بأنه الآن استخدمت الصدر باعتبارها لتعيد أمجادها ولتعيد سيطرتها على العراق، وبالتالي هذا الوعي الذي أزاد الذي ساد الشعب العراقي وطلبتي وكلياتي وصيدلياتي وكل شرح المجتمع العراقي لن يؤثر مقتدى الصدر الآن، وهذه محاولات بائسة والتفاف جديد على المتظاهرين لإخماد هذه الثورة، ولكن هذه الثورة لن تخمد بعون الله وبهمة هذه الشباب الثائرة. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز شاووش، كنتم معنا عبر الهاتف.